سواي تجري حالياً أول اختبار في إطار ما يسمى بمشروع آي هاي واي، الذي يهدف إلى محاولة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل. الفكرة تقوم على توصيل الشاحنات عن طريق كابلات علوية، محركاتها تمر إذن من استخدام الديزل لاستخدام الكهرباء. لا يمكنني وصفه حقاً بالابتكار الرائد، لأنه يمزج في الأساس بين التقنيات القديمة والحديثة. هناك تقنية السكك الحديدية مع تقنية الشاحنات. من جانب لدينا كفاءة نظام السكك الحديدية، ومن جانب آخر لدينا مرونة نظام الشاحنات، وهذه ميزة حقيقية. نظام الكابلات يغطي إلى حد الآن مسافة كيلومترين على طول الطريق السريعة بالقرب من بلدة ساندي فيكن شمال ستوكهولم. النظام يقوم على ناسخ شامل ذكي ونظام محرك هجين. الأمور تكون تلقائية بفضل هذه الأسلاك، لذا عليك أن تقود الشاحنة تماماً كما تفعل مع شاحنة عادية. أنت تقودها متبعاً شرائط بيضاء على الطريق، وهذا ما عليك مواصلة القيام به. الناسخ الكهربائي الشامل سيتكفل بالباقي. إذا بقيت في الممر الخاص بك، ستكون قادراً على التقاط الطاقة الكهربائية. إذا كانت لديك عقبة على الطريق، عليك الخروج إلى الممر الأيسر. النظام سيغلق تلقائياً بالكامل، أو ستمكنك البطاريات من السير لمسافة قصيرة، أو يمكنك الاعتماد على محرك الاحتراق الداخلي. إنه نظام تلقائي تماماً. إذا نجح الاختبار على مدى العامين المقبلين، يعتزم الخبراء توسعته في جميع أنحاء السويد. المطورون يقولون إن هناك تطبيقات أخرى محتملة لهذا المشروع في مجال النقل.